خلونا نستقبل اول اتصال تليفوني في حلقتنا ونقول الو. الو. ايوه. ازيك يا اسامه؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ هو لازم الاسم؟ لا خالص، مش لازم خالص. طب كم سنة؟ 31. مرتبطة؟ ايه؟ مرتبطة حضرتك؟ انا متجوزة ومخلفة. جميل، جوزتي على الحب ولا كان جواز تقليدي؟ لا تقليدي. جواز تقليدي، بقالك قد ايه متجوزة؟ 13 سنة. جميل، عندك اولاد من غير ما تقولي اسمائهم يعني، عندك اولاد؟ معايا ولد وبنت. ربنا يخليهم لك يا رب. يخليك. طيب في خلال ال 13 سنة دول ما حصلش مشاعر في الأول، ما كانش في حب، ما كانش في، أكيد طبعا بيبقى في شهر العسل علاقة حميمية، في مشاعر، في حاجات بتحصل؟ لا خالص يا سلمى، ما حبيتوش خالص. فترة الخطوبة ما كنتيش مجذوبة له أساسا؟ خالص. طيب مش هقول لك إيه يعني، إيه السبب اللي يخليكي تكملي طالما ما كنتيش منجذبة ليه؟ هل هو إنسان يعني سيء في معاملته معاكي؟ لا بالعكس، بني ادم محترم جدا وكويس جدا وبيحبني جدا على فكره. انت انا كلمتك قبل كده وردك عليا، يعني انا حكيت لك حكايتي ورديت عليا، بس انا للاسف انا ما سمعتش نصيحتك خالص. طب احكي لي بقى الحكايه عشان افتكر معاكي. انا ارتبطت بواحد من حوالي سنتين سنتين وشويه. يعني بقالك 13 سنه متجوزه، ارتبطتي بس اخر سنتين، قبل كده ما كانش في اي حاجه؟ لا 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 خالص خالص. كنت عايشه ازاي طيب ال 11 سنه الاولانيين دول؟ عادي، كنت عايشه لجوزي ولاولادي عايشه حياتي زي اي ست. وبتخرجوا مع وبتخرجي مع جوزك واولادك وبتسافروا وبتيجوا وبتعيدوا كل حاجه؟ طيب العلاقه الحميميه ما بينكم كانت تمام وامان ولا كان فيها مشاكل؟ لا كان فيها مشاكل شويه من ناحيتي انا. من ناحيتك انت؟ طيب وبعدين؟ ظهر في حياتي بني ادم حبته جدا وحبيت ان انا ما اخونش جوزي ورحت قلت لاهلي على كل حاجه وصرحتهم. ظهر في حياتك ازاي؟ يعني يعتبر صدفه يعني. قابلته واتكلمت معاه ومره على مره، هو متجوز برضه ومخلف. فحبينا يعني نعيش مع بعض في الحلال بدل ما هو يخون مراته وانا اخون جوزي. كل حاجة تبقى في النور يعني، فاهمني؟ فرحت قلت لأهلي وكده، ما فكرتش في ولادي، ما فكرتش في أي حد خالص، فكرت في نفسي بس وأنا معترفة بكده. رحت قلت لأهلي وأهلي قالوا لي بدل ما تعملي حاجة في الحرام وكده، أنت حرة بس هتخسري ولادك وفقت كل حاجة. وطلقت من جوزي بالعافية غصب عنه، يعني ما كانش راضي يطلعني بس قال ما ينفعش إن أنت تعيش معايا غصب عنك. يعني هو قال لك ما ينفعش تعيشي معايا غصب عنك. ولكن عارف ليه انت عايزه تتطلقي؟ لا لا. اتطلقت منه واتخطبت للبني ادم دوت وقعدنا كام بقى شهور العده تعتبر مع بعض مخطوبين رسمي. فجي يعني انا ما استحملتش طبعه، هو طبعي زي غير طبعه خالص يعني. هو عايز حاضر نعم عبد عنده. ده الانسان الجديد. في الوقت ان جوزك ما كانش بيعمل معاكي كده خالص. بالعكس انا مسيطره يعني، انا زي ما بيقولوا ست البيت، رايي رايي. جيت ارتبطت بالبني ادم دوت، هو عايز حاضر ونعم بس، مفيش مناقشه، مفيش اي حاجه نهائي. حضرتك قلتي ان هو متجوز؟ قال لمراته انه هيخطب ويرتبط ولا ما قالش؟ لا لا لا، كل حاجه كانت هتبقى في السر. واهلك كانوا عارفين ان الدنيا هتبقى في السر؟ انا تعبانه جدا يا اسامه، انا تعبانه، انا لغايه دلوقتي مع البني ادم دوت مش قادره. لا استني، انتوا اتخطبتوا وكان المفروض تتجوزوا، حصل ايه بقى؟ حصل مشاكل بيني وبينه، انا اللي سبته. انت اللي طلبتي تسيبيه؟ ما استحملتش عصبيته، ما استحملتش، كان عامل ضغط نفسي على على اعصابي بطريقه رهيبه. وبعدين ما فيش خروج، ما فيش نزول، ما فيش شارع اصلا يعني. طب في الفتره دي كنت بتشوفي ولادك؟ يعني هم كانوا عايشين معاكي ولا مع ابوهم؟ لا كانوا اسبوع هنا واسبوع هنا. كنت تعبانه جدا والله العظيم يا اسامه. وبعدين؟ جيت لما سبت البني ادم دوت، جوزي عارف وكده فرجعني، انا اللي كلمته. جوزك عارف ايه؟ جوزي عارف انك كنت خطبتي وسبتي خطيبك. لا انا اللي كلمته وقلت له تعالى رجعني تاني عشان ولادي. بس ما عرفش برضه حتى اساسا انك اتخطبتي. لا.
يعني ولا عارف ان كان في علاقة قبل ال... لا خالص. فجيت رجعت لبيتي وكده وللأسف كملت مع البني آدم التاني دوت. طب انتي سبتيه ورجعتي بيتك، رجعتي له تاني ازاي؟ لما برضو بالتليفون يعني. اول ما رجعتي لبيتك عارف فرجعك تاني؟ اه. وبرضو قال لي روحي اتطلقي تاني وارجعي تاني ومش عارفه ايه، بس خلاص. اهلي اصلا كانوا معندين في الموضوع ده جدا. اول مره كانوا موافقيني وكل حاجه وعملوا اللي انا عايزاه. بعد كده خلاص يعني مش عايزين، معندين بقى يا احنا يا البني ادم ده. طيب خليني اسالك سؤال، حصلت بينك وبينه علاقه كتير من ايام ما كنتي متجوزه؟ ايوه. ولما كنتوا مخطوبين؟ لا. لما كنتوا مخطوبين ما عملش معاكي اي علاقه؟ لا. اشمعنى؟ لان انا كنت عند اهلي وما كانش ينفع، ان هو ما كانش بيجي لي نهائي. انما لما كنت متجوزه كان بيجي لك بيتك؟ ايوه كان بيجي لك بيتك وكتير كتير. طب دلوقتي انتوا رجعتوا لبعض تاني مش كده؟ احنا مع بعض. اه مع بعض. وبرضه بيحكم فيكي زي ما كان خطيبك، ما تخرجيش ما تجيش، ولا لما كان خطيبك وضع ودلوقتي وضع تاني؟ لا 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 اكتر من الاول. ما تخرجيش ما تروحيش. أيوة. ما بيزعلش لما يعرف انك بتغيري هدومك قدام جوزك مثلا، او ان حصلت بينكم علاقه حميميه؟ بيقول لي ما تقوليليش. ما تقوليلوش عشان ما يعرفش، بس عشان هو عارف ان ده حلال في حقه يعمل، فما فيش مشاكل. يقول لي حلالك. اه حلالك. انت ما سالتيهوش عن مراته قبل كده؟ هو يعني ايه اللي مخليه مش مستم يعني متضايق وعايز يرتبط تاني؟ سالته وقال لي انا شفت فيكي كل حاجه انا اتحرمت منها، وكذا مره حاولت اغيرها، وهي هي محترمه جدا وكويسه جدا وبتحبه جدا، بس مش قادره تديله على كلامه. ايه الحاجات اللي هو شافها فيكي ومعرفش يغيرها في مراته؟ اكيد حكى لك يعني. بحب الخروج. بحب اهرج. يعني زي ما بيقول كده مجنونه يعني. ما هي يعني غيري خالص. هي اكيد غيرك طبعا. وهي مراته ما بتخرجش معاه، ما بتحبش الهزار. ما بتحبش الخروج وما بتحبش الهزار طب ليه تكون ما بتحبش الخروج وما بتحبش الهزار؟ ما يمكن هو اللي مش عايزها تخرج ومش عايزها تهزر، لانه بيغير عليها قوي ومش عايز مراته ولا حد يشوفها، ولا عايزها تهزر، وعايزها تبقى ام العيال كده اللي ماشيه زي الالف في البيت وراضي بيها هو في الوضع ده. عنده الست اللي بتربي له العيال اللي من وجهه نظره هو سعيد بيها قوي كده، وانت الحته الكويسه اللي بتخرج وتهزر وتتفسح. ما فكرتيش بالشكل ده؟ والله يا اسامه انا فكرت في كل حاجه. يعني انا فكرت وانا تعبانه جدا. طيب خليني عايز اسالك، بعد ما رجعتي لجوزك تاني رجعت العلاقات تاني تحصل؟ ايوه. بيجي لك البيت برضه؟ ايوه. مع جوزك ما حسش باي حاجه؟ لا جوزي حاسس ان انا في حد في حياتي، وكذا مره اتلخبط في اسمه وكذا مره ببقى نايمه وبحلم بيه وانده عليه وانا نايمه وساكت. جوزك ما بيتكلمش؟ راح قال لاهلي كذا مره، بس اهلي طبعا عارفين ان انا بحب البني ادم دوت. يعني بيكلموا معايا، لا ده شكلك ممكن تكون يعني غلطان، ويعني بيحاولوا يقنعوه على قد ما يقدروا يعني. مفيش حد. وانت حاسه ان هو مقتنع؟ لا مش مقتنع. بصيتي مره في تعبيرات وشه كده حسيتي الراجل ده بيتألم قد ايه؟ عارفه، وده اللي تعبني عشان هو بجد ما يستاهلش ان اللي انا بعمله فيه نهائي. ولادك يستاهلوا؟ خالص لا طبعا. ما بصيتيش قبل كده بعد اي علاقه عملتيها مع الراجل ده في وش حد من ولادك؟ انا عارفه ان انا يعني مش كويسه والله يا اسامه. مديتي ايدك وغرفتي لقمه واكلتي ولد من ولادك بعد ما كنتي مخلصه علاقه من دول؟ مش عارفه ارد عليك اقول لك ايه. محدش من ولادك عي وقفت تقولوا يا رب وقف استر ابني، يا رب اشفيه، يا رب وقف معاه بعد علاقه من دول؟ وربنا مش هيتقبل مني طبعا. ربنا بيتقبل من كل الناس عشان ده ربنا.
إنما ربنا ما يقبلش بأي حال من الأحوال إنك تخوني جوزك. أنت طبعا عايزة تعرفي مني أقولك تعملي إيه، أنت كمان أكيد عارفة أنت لازم تعملي إيه. أكيد عارفة إن الراجل اللي أنت مرتبطة بيه ده فوق جوزك كل اللي عايزه منك حتة اللحمة الروشة اللذيذة اللي بتخرج وبتتفسح وبتهزر وبتقول كلام قبيح وبتعمل كل حاجة ومش فارق معاه، أنها ما تخصوش. لأن الغالية في البيت، الغالية اللي ماشية زي الألف في البيت، إنما الرخيصة في بيت واحد تاني برخصها له، بنجسها له، بقللها له، بوسخها له، ولا فارق معايا لأنها مش بتاعتي. إنما لما فكر يخطبك قالك لأ مش هوسخها، دي هتبقى خطيبتي، مع إنه لو كان طال كان عمل كده. الراجل اللي في البيت ده ذنبه إيه؟ ذنبه إيه الإنسان اللي شقيان 13 سنة صبح ظهر ليل علشان يحط أكل على ترابيزة السفرة للعيال، علشان يدفع مصاريف مدارسهم، عشان يجيب لك فستان تعيدي بيه، علشان يشتري لك تلفزيون، علشان يخرجك، علشان يعالجك، علشان يعالج ولاده، علشان يهتم بيكي، علشان يسهر في البيت على راحتكو، ذنبه ايه؟ ذنبه ايه غير ان واحدة ست ما قدرتش تحس فدورت على الاحساس بره، ولما حست حست بنجاسة، ما حستش صح. لما حست عشقت الخطيئة، ما عشقتش الخير. لما حست راحت في داهية مع الأسف. تخيلي بقى لو حد من الجيران عرف، وانا اعتقد ان الجيران اكيد شافوا الراجل اللي طالع ونازل، والكلام اتنطور ووصل يمين وشمال لحد ما بقت الحتة كلها عارفة ان الست اللي في الشقة دي سيرتها بطالة، جوزها بيمشي من هنا ويجي لها راجل تاني من هنا. لو حد قال لابنك كلمة زي كده وهو ماشي في الشارع، يا لأمك، هيبقى احساسك ايه وانت بتكسري قلب طفل طالع للدنيا؟ لما حد ما يرضاش يتجوز بنتك عشان يقولوا دي امها كانت وكانت وكانت، هيكون احساسك ايه؟ بلاش بنتك وبلاش ابنك وبلاش جوزك. لو قفلتي باب الشقه عليكي، ودخلتي وقفلتي باب اوضه النوم عليكي، ودخل الراجل ده وتغطيته ب 300 بطانيه وضلمته النور، وتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى مش شايفك من فوق، لو ما حسيتيش يبقى ما تستاهليش، ما تستاهليش ضفر الراجل اللي انيكي، ولا تستاهلي ضفر عيل من عيالك. لو ما حسيتيش وبكيتي وندمتي وعيطتي على اللي انت عملتيه، واعتذرتي لربنا، وعملتي الراجل اللي في البيت ده بمنتهى الجمال وولادك عشان تعوضيهم السنين اللي من أسوأ ما يمكن اللي انت عايشتيهم فيها، يبقى ما تستاهليش. انا اسف جدا اقولك ما تستاهليش.